عجوز عمرها 87 سنة بعتت صورتها للاستوديو وقالت لصاحب الاستوديو: هاي صورتي، بدي اياك تسوي لي فيها فوتوشوب، لا تحط لي مكياج فيها ولا تصغرني. الزلمة قالها: طيب شو بدك اعمل لك فيها؟ قالت له: بدي اياك تحط لي برقبتي قلادة الماس، وبأصبعتي خاتم ياقوت، وبإيدي مبرومتين، عشان لما اموت كناين يدوروا عليهم لما تطلع روحهم. أفضل أطباء تخسيس في العالم. نحن أطباء جدد ونريد أن نكتسب الخبرة. إذا اليوم عملنا ستختار. تعال معي صوتك آلة التصوير. تعال معي صوتك حاسوب. تعال معي صوتك آيفون 12. تعال معي صوتك سيارة. تعال معي صوتك منزل. مبروك، أنت نحيف الآن. أوه.